بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم إن شاء الله من خلال الفيديو ده إزاي نحل أي عدد من المعادلات، وطبعاً لازم يكون عدد المجاهيل بيساوي عدد المعادلات. يعني هنا مثلاً نحل ثلاث معادلات، ثلاث معادلات دول فيهم ثلاث مجاهيل اللي هم الـ X والـ Y والـ Z. طيب أول خطوة هنعملها إن إحنا هنكتب المعادلات دي على هيئة ماتريكس. فهنكتب هنا مثلاً ده المعامل X وده المعامل Y وهنا معامل Z. فمثلا المعادلة الأولى معامل الـ X هنا بواحد، هنكتب هنا واحد، معامل الـ Y بناقص واحد، معامل الـ Z بتلاتة، وبعدين هنكتب بعدها نسيب خانة كده ونكتب الـ Right Hand Side اللي هو هنا اتنين. بعدين نكتب المعادلة التانية، معامل الـ X باتنين، معامل الـ Y بواحد، معامل الـ Z باتنين، والناتج او الرايت هاند سايد بكام؟ ب2. المعادله الثالثه معامل x بناقص 2، معامل الواي ناقص 2 برضو، معامل الزد بواحد، والرايت هاند سايد بكام؟ ب3. كده انا عملت تو ماتريسز. اول ماتريكس اللي هي المعادله نفسها المعاملات، ثاني ماتريكس اللي هي الريزلتس او النواتج. الخطوة اللي بعدها إن أنا بعمل inverse matrix للmatrix دي. فالmatrix دي هنا 3 في 3، بختار هنا 3 في 3 cells، وبعدين أكتب هنا يساوي M inverse. طبعًا وأنا بكتب هلاقي جاب لي كده الفانكشن، فممكن أعمل دبل كليك على طول وأختارها. وبعدين طالب مني إن أنا أدخل الأري، فهختار إيه؟ الأري دي وأدوس إنتر. كده طلع لي هو الانفرس ماتريكس. طيب انا عايز اطلع بقى قيمه الاكس والواي والزد. هنا هقول له مثلا هيطلع لي هنا الاكس بيساوي، وهتطلع الناتج هنا، وهنا واي يساوي، وهنا زد يساوي. طيب انا عايز النتائج تطلع لي هنا، فهقول له يبقى الماتريكس دي او الثلاث خانات دول هيساووا حاصل ضرب تو ماتريسز اللي هي الماتريكس الانفرس ماتريكس مع results او right hand side ايه matrix. فهنا هنقول له M اللي هي اختصار matrix multi او ملت. كده هيعمل multiplication لايه؟ للتو matrices. فهختار اول حاجة بيقول لي هنا array 1، هختار الاري الاولى، وبعدين كوما، بعدين اختار الاري الثانية، وبعدين انتر. كده طلع لي قيمة الx وقيمة الy وقيمة ايه؟ الزد. طبعا لو انا عندي بقى اربع معادلات في اربع مجاهيل نفس الكلام، بس بدل ما اختار ماتريكس 3 في 3 اختار ماتريكس 4 في 4. يبقى الخطوات كده بسرعه ان انا بكتب المعادلات على هيئه ماتريكس، يجي لي ماتريكس اللي هي فيها المعاملات، الماتريكس الثانيه اللي فيها النواتج. بعدين بعمل انفرس ماتريكس للمعاملات. بعدين عايز اجيب بقى قيم الفاريبلز اللي هي الاكس والواي والزد، بضرب الانفرس ماتريكس في الماتريكس بتاعت الايه؟ النواتج. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.